يا ترى هل الصيام تعب ومشقة؟ وهل احنا بنقدر نصوم الساعات الطويلة بدون ما نتعب بنشاط؟ تابع الفيديو حتى تشوف رأي العرب اللي عايشين في أوروبا وفي أماكن مختلفة من العالم وشو رأيهم بموضوع الصيام. اليوم افطارنا بسوشيال امباكت لاب واللي عاملين الافطار من افغانستان. And we do that by cooking because we think it's easy to cook together. Everybody has to eat. Everybody knows a meal from his home country, and a meal is also something like a piece of home. جمعية في فرانكفورت اسمها أوبادن تيلنغاند كوميونيتي على طرف الصحن. كان تجمعنا على الإفطار في رمضان وكان نشاط جدا رائع ما شاء الله، والأكل طبخته من أفغانستان كان أكل شبيه بالأكل العربي، ومبادرة جميلة جدا ما شاء الله عليهم. What's your name? حسن. حسن. Thank you. What do you think about the long fasting hours? Yeah, it's really hard. Is it hard? Yeah, it's really hard. So 18 hours. 18 hours of fasting. And how long is it in Afghanistan? It's around 14 to 15 hours. Plus the weather is good. Okay. All the best. توفيق إن شاء الله. اسمي مريم. من وين؟ من تونس. وكيف الصيام شايفيته بأوروبا؟ يعني باهي مش خايبة، ما في تونس خير. في تونس خير؟ طويل ولا قصير ولا كيف الوضع؟ وي اما مش تخون الطقس، يعني عادي اي حدا بيقدر يصوم باوروبا. اتس فاين. ايه يعني اذا ما هو احنا واللي عملنا ترافلز ومشينا برشا وتحركنا برشا وصمنا نجم، وبلس احنا كنا لازمنا نكونوا كونسنتري يعني مركزين اكثر في الوركشوب، بنحكي وبنسال فعادي يعني اتس اوكي. ايه صمت خاطر هو الطقس ماهوش سخون راجل، يعني الويذر منو حار. في على فكره احنا بنصور بالمدينه بهامبورغ وفي برشا حس برشا برد برشا برد وبرشا حس. شكرا مريم. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك انت؟ مهدي. من اي بلد؟ من تونس. من تونس. شو رايك بالصيام بالمانيا؟ والله صعب شويه، اما ما عندناش الجو تاع تونس. اما اقرب الكاميرا عليك. صعيب شويه وما فماش جو، ما فماش امبيونس، ما فماش ماكله بنينه، ما فماش. اما عندنا الاصدقاء والمجموعه من الاردن، من لبنان، من تونس، ويعاون برشا على الكلام. طب الساعات طويله فرقت عليك؟ يعني ساعات كيف؟ ساعات اي، اما انا مبسوط خاطر كان نروح لتونس. السلام عليكم ورحمه الله، اسعد الله اوقاتكم وكل خير اصدقائي. يعني عم بسجل هذا الفيديو وانا بالقطار باتجاه فيزبادن، مدينه فيزبادن الالمانيه من فرانكفورت. بدي اقرا لكم بعض التعليقات، وفي كثير تعليقات رائعه اجت من يعني مختلف انحاء العالم. يعني في مثلا فواز بيحكي لنا انه هو من ايطاليا بيقول انا نفس الشيء، يعني اول يوم رمضان في العمل ما كنت حاسس بتعب اطلاقا، وهذا راجع لثقتي بنفسي والتركيز فقط على الشيء الايجابي. جميل جدا. في هنا عثمان تحكي كل عام وانت بالف خير وتقبل الله صيامك. فعلا هو بس موضوع اراده وتخطيط. انا عندي صيام 20 ساعه الحمد لله، يمكن هي في شمال اوروبا شوي ساعات الصيام هناك اطول. احمد العروسي بيحكي لنا شهر مبارك علينا وعلى الامه الاسلاميه، انا في مكه ونصوم 15 ساعه، تقبل الله منا ومنكم جميعا. يعني موضوع الساعات زي ما شفنا هو irrelevant، يعني سواء كانت قصيره او طويله بالنهايه انت الاتيتيود تبعك، التفكير تبعك هو اللي بيحدد هل راح تتعب وهل راح تكون كسلان وخامل في رمضان او راح تكون نشيط. يعني في ناس اكيد بمناطق ساعات الصيام فيها قليله ومع ذلك بتلاقيهم قضين اليوم كله نايمين، ما في نشاط، ما في انتاجيه نهائيا. فهي الفكره بس بالتفكير هون، انت كيف تنظر للموضوع. محمد بيحكي لنا ما شاء الله رائع، اتفق معك وعن تجربه شخصيه الصيام فرصه لزياده الانتاجيه. جميل يا محمد، رمضان مبارك عليكم. عندنا في العراق صيام 16 ساعه. جميل. هو في بلاد الشام اجمالا تقريبا 16 ساعه، يعني ممكن اقل شوي اكثر شوي بس هذا هو المعدل. نسرين تحكي لنا على الرغم من انه ساعات الصيام في هذا رمضان اكثر الا انه هي عندها طاقه اكبر لانها معتمده بالافطار على الفواكه والسلطه وتشرب ماء بكثره، والمقليات خففتها لانه اكتشفت ان المقليات بتسبب كسل. جميل.
كل واحد بيعمل الشيء اللي بيناسب جسمه واللي بيناسبه. مي خياط من بودابست تحكي، انا ساكنه في بودابست وكمان بصوم 18 ساعه، وبالنسبه لي سهل مو صعب، يعني بصير وقت الافطار ولسه ما شعرت بالجوع. رائع. ودانوفا تحكي فعلا انا لما اكون صايم واقعد في البيت بكون تعبان جدا، بس لو نزلت خرجت وانا صايم التعب بروح بيكون عادي. وانا بتمنى لكم كل التوفيق، وحبيت اشجعكم جميعا لانه هي بالنهايه شغله افكار، احنا كيف ننظر للموضوع، وانت الفائده والنيه اللي متوقعها من هذا الشهر وغيره راح تجنيها في حياتك. ودمتم في امان الله. سعد يونس.